من الدروس اللي كما قلنا الجديدة نوعا ما، يعني من سنة سنتين، في عندي الآن 14 درس وضعنا في آخر صور عماد، 14 درس مع روابطها، مع أنه لا يلزم على فكرة الرابط، لأنه بمجرد ما كتب هذا العنوان بالعربي في العربي في اليوتيوب بيخرج عنده المحاضرة. الميزان 456 بحوث العدد القرآني، تطبيقات في العدد الميزان، وظلينا ماشيين 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 ماشيين. آخر شيء عندي هذا يوم عرفة وزوال إسرائيل، في كمان في كمان في كمان، هذول اللي كانوا أيضا في رمضان، هذول 14. لو نمشي ببطء عليهم من فوق، نمشي ببطء من أول. أيوة ببطء، ما هو بيستطيع يوقف على فكرة، هو يوقف عنده. أيوة شايف، نيجي الآن ل شايف يا عماد؟ أيوة. هذول 14، اليوم 15، اليوم بكون الدرس 15. فإذا حتى يكون الإنسان فكرة يعني تجعله يقف موقف من هذه المسألة، يعني على أقل تقدير يحضر 15، أقل تقدير يحضر 15. بأخذ وقت طبعا، ممكن كل يوم والتاني يكون في درس. هذا اللي بريد انه يعرف حقيقة المسألة ومدى احتمال الصدف يعني في المسألة. طيب اليوم